صباح الخير على مصر كلها وعلى محافظة جنا ومركز أبو تشت بالتحديد. صباح الأمل، صباح التفاؤل، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحشتوني بعد غياب فترة. أعود لكم في شكل جديد من خلال مفتاح الأمل. صباحك فل يا فادي. صباح الفل يا شروق. صباح الخير والجمال والبركة والسلام على السادة المشاهدين برنامج مفتاح الأمل على شاشة قناة الصحة والجمال. حابب أبارك لابن دفعتي أسامة رجب والزهراء حمدي، ربنا يتمم لهم على خير. النهاردة عندنا ملحمة وطنية، أول مرة في تاريخ مش بس مصر، في تاريخ العالم كله، مسجد وكنيسة لا يفصلهم سور. من داخل المقطم في محافظة القاهرة هندخل دلوقتي على تقرير أوعى تروحوا في أي حتة. كنيسة تحتضن مسجدا في مشهد لم نراه من قبل ليحمل شعار التعايش والسماحة من أجل الوحدة الوطنية. الفكرة جات إن إحنا كنا عايزين نبني مسجد من 2011. اشتريت قطعة أرض في 2013 في المقطم في الهضبة الوسطى في الحي الأول. كان في قطعة أرض مخصصة لبناء مسجد جنب قطعة الأرض. فكرنا نبني قطعة الأرض اللي المخصصة لبناء المسجد اللي بجوار قطعة الأرض اللي احنا اشتريناها. بعد كده قدمت في شركة الناصر علشان نبنيها، فما حصلش نصيب إنه احنا نبني قطعة الأرض دي، في حد تاني بناها. فبعد كده عرض عليا بناء مسجد في مجمع الوحدة الوطنية. أنا العميد فكري لواء بيباوي، أحد الورثة لوالدتي، وإحنا مجموعة إخوات، وكانت وصيتها ببناء كنيسة ومفيش، يعني هي خصصت جزء من أو خصصت تقريبا كل ما تملك من ميراث، كان رغبتها ان الميراث ده لا يتوزع ويتم بيه عمل كنيسه، واحنا حققنا رغبتها، ودي كانت رغبه والدتي. واخويا اللي هو نبيل بيباوي تواصل في انهاء الاجراءات. ولتعزيز وتاسيس الاطفال من الصغر تم انشاء حضانه بجوار الكنيسه لتعليم الاطفال على المبادئ والقيم المسيحيه. مدارس الأحد بنتعلم فيها مبادئ الكتاب المقدس، بنتعلم إزاي نعيش حياة المسيحية، بنتعلم فيها اللغة المصرية القديمة اللي هو القبطي، بنتعلم ألحان، إزاي نتمسك بإيماننا، إزاي نعرف سير القديسين والشهداء بتوعنا، بنتعلم المحبة والتسامح، وإن إحنا نقدم للغير ونحب بعض، أو طبعاً إن إحنا بنتعلم إن إحنا نتعايش مع بعض ونحب بعض ونبقى واحد، وإن إحنا في وطن واحد كلنا وإيد واحدة. لا، هي كلها حاجات دينيه، وبنعمل انشطه طبعا عشان نسد احتياجاتهم. ان معروف السن ده اللي هو بتاع رياض الاطفال بيتعلم عن طريق اللعب، فطبعا يعني ممكن نحكي قصه فيها لعبه، مثلا نقول اغنيه، نتحرك، نطلع طاقتنا، وبعد كده بنقعد بقى نسمع قصه من الكتاب المقدس. لم يخلو تصميم الكنيسه والمسجد من الابداع والتقارب في الطراز المعماري، فالتشابه بينهم جعل لهم خصائص مميزه. هو طبعا المشروع ده يعتبر التجربة الثانية بالنسبة لي، ان يبقى الكونسبت بتاعها ان يبقى كنيسة مرتبطة بمسجد. كان موضوع مسجد الفتاح العليم كان نفس الكونسبت، فانا استهوتني الفكرة، لان من يعني احنا عايزين في الاخر نوصل رسالة مش لمصر بس، للعالم كله، إن الشعب المصري أو المواطن المصري هو في الأول وفي الآخر مواطن مصري. ما الدين ما هوش هو ده اللي بيفصل ما بين
الشعب المصري وبعضه، احنا كلنا نسيج واحد. فالفكرة نفسها في حتة ان احنا يبقى كنيسة ومسجد مع بعض، ده حاجة كانت بتستهويني يعني، حتى في العاصمة الإدارية في مسجد الفتاح العليم كان نفس الكلام. فده حاجة نسخة مصغرة من نفس الفكرة. يظل تعانق الهلال والصليب علامة للوحدة الوطنية على مر الزمان. احنا بصي دايما عندنا إيمان بالعمل اللي بنعمله، ان احنا عارفين ان احنا ناس وطن واحد، وطنيين. فمن زمان واحنا صغيرين متعايشين في بعض طبعا افكار مش مظبوطه مش حداية، لكن في تمييز، في ناس كتيره معتدله بتميز حب الاخر وقبول الاخر، لان احنا عندنا لا محبه، ده احنا ربنا قال لنا اوصانا مش بس كل ما تريد الناس يفعل بك افعل انت اولا، وبيقول كده ان جاع عدوك فطعمه وان عطش فسقيه واحبوا اعدائكم. فدي مبادئ، دي مبادئ، احنا ماشيين على مبادئ السيد المسيح له المجد، فاحنا بنمشي على المبادئ ده. ففي تعايش، وانا اعز اصدقائي واعز احبائي وجيراني كانوا ما كانوش مسيحيين، وهم اللي كانوا بيقفوا معايا في الشده في الضيق في المرض، هم الاقرب من قرايبي الشخصيين، لان ما فيش من واحنا صغيرين انفصال ما بين مكان شارع عماره، لا دول لوحدهم، لا احنا مش زي الدول اللي بيحصل فيها بينقسموا ويعملوا، لا احنا جوه بعض في كل مكان، مع المدرسه مع بعض، في الدراسه في العلاج في المستشفى في المرض في الضيق في حتى في حالات الوفاة، كلنا بنقف مع بعض. هنا في حي المقطم تتجسد قوة العقل لرجال الدين لتظهر بأبهى صورة لها، كنيسة تحتضن مسجدا ويفصل بينهم مكتبة، ليبرهنوا للعالم أجمع أن مصر مهد الحضارات والديانات. إيمان حجازي، مفتاح الأمل. مجمع الأديان في المقطم، فالهلال والصليب يجتمعان في كيان واحد في مشهد يجسد الوحدة الوطنية. فبناء مسجد وكنيسة لا يفصل بينهما سور، مش بس في تاريخ مصر بل في تاريخ العالم كله، خطوة تشهد على قبول الآخر ورسالة محبة وسلام لأول مرة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رحبوا معنا بضيفنا الكرام اللواء نبيل لوجا البيباوي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وحضرة العميد فكري لوجا بيباوي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، شرفتنا النهاردة. شرفنا بيك. أهلا بيك، منورين الدنيا كلها معالي اللواء مع العميد. شكرا. أنا حابب أتعرف بسيادتك الأولى معالي اللواء ونبذة كده مختصرة عن سيرتك الطيبة والعطرة بكل المناصب المرموقة اللي حصلت عليها. أنا كنت ضابط بوليس، تخرجت سنة 66، و بعد كده هوت دخلت مجلس الشورى، كنت وكيل في مجلس الشورى، وخدت 9 دكتوراه ما شاء الله، وبعمل في العشرة عن موضوع قانون بناء الكنائس في جامعة القاهرة، وكنت بدرس في كلية الشرطة، والتسعة دكتوراه اللي خدتهم منهم واحدة في الشريعة الإسلامية وواحدة في الشريعة المسيحية. فأنا دارس هنا ودارس هنا في الاثنين كده، فعشان كل الكتب اللي بكتبها، كاتب حوالي 60 كتاب، الستين كتاب الغرض النهائي ليهم ان هم بيصبوا في الوحدة الوطنية
ويجع مع عملية التآخي والمحبة والمسائل الاتفاقية بين الديانتين بحيث نتاج 60 كتاب. ان انا اخدت جايزة من السعودية في مؤتمر الجندرية عن مجموع كتبي اللي بتدعو الى الوحدة الوطنية والحديث في المسائل الاتفاقية، اما المسائل الخلافية نسيبها لله، مين الصح مين الغلط، لان في آية بتقول ان الله وحده يحكم بينكم يوم القيامة فيما أنتم فيه مختلفين. مين الصح مين الغلط عند ربنا، سيبها لربنا. وتعالى نتكلم في المسائل الاتفاقية، أما المسائل الخلافية نسيبها ربنا، مين الصح ومين الغلط. وخاصة إن أي دارس الديانة الإسلامية أو للديانة المسيحية بنجد حوالي ما يقرب من 99% مسائل اتفاقية و1% مسائل خلافية. جماعة المتعصبين واللي عاملين الديانات سبوبة يروح سايبين 99 اللي هي مسائل اتفاقية ومسكين في الواحد اللي هي مسائل خلافية علشان يعملوها سبوبة، وما كانش سبوبة يبقى للشهرة. طيب نروح كده لسيادة العميد ونسأل الأول وهنرجع لحضرتك. سيادة العميد فكري، حابب حضرتك تعرف نفسك أكتر للسادة المشاهدين. أنا العميد فكري لواء بيباوي من ضباط القوات المسلحة، والشرف ليا في هذا من أبناء القوات المسلحة وأحد الورثة لمرحومة والدتي اللي كانت ليها رغبة في بناء كنيسة بحيث إن إحنا ما نقربش، ودي كانت وصيتها، ما نقربش على الميراث الخاص بيها وجمعته كله. و رغبة منا في تنفيذ رغبتها احنا كلنا التزمنا، وطبعا بفضل الاخ الكبير اللواء نبيل اخذ اجراءات طويلة في حدود 10 سنين من 2000 لغاية 2010 اجراءات إعادة رسومات وتنفيذ وبعدين موافقات لغاية ما ظهر المشروع بالصورة اللي انتوا صورتوها. نشكر ربنا ان اتعمل الجامع والكنيسة ما فيش بينهم فاصل، وتم على احدث طراز، و بنكمل المسيرة بحيث ان احنا نوصل ل في النهاية حتة الديانة دي. احنا اتربينا على ان احنا عيلة واحدة سواء مسيحة او مسلم، ما عرفناش حتة الفرق دي غير في الاونة الاخيرة من التيارات المتطرفة او من الفكر اللي جاي من برة، انما احنا كأصل مصري انا ضابط مسيحي. انا يوم الفرح بتاعي كل ضباط التشكيل بتوعي جم وفرحوا بيا قوي وانا فرحت بيهم قوي، فما كانش فيه الفكر اللي موجود اللي المفروض نلمه دلوقتي ونلم شامله. وعلى هذا النهج اللي ماشي بيه سيادة الرئيس
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب حضرتك، وما هو سبب تسمية مجمع الوحدة الوطنية بالهضبة الوسطى بالمقطم بهذا الاسم، وهذا لم يحدث من في العالم إلا في عهد السيسي؟ هو الوحدة الوطنية ده منهج ومسار متجه بسيادة الرئيس مشكورا على ان توحيد الخطاب الديني وتنقيط الخطاب الديني سواء هنا او هنا، وترجع للعصر اللي احنا تربينا فيه كوحده وطنيه، ده كان انسب مكان، يعني انسب اسم لهذا المشروع اللي تحت شعار تحيا مصر وشعار الوحده الوطنيه، لان الاثنين في النهايه بيصبوا في كيان واحد، هنا في محبة وهنا في محبة، فبالتالي مفيش اختلاف. طالما مفيش اختلاف يبقى في وحدة وطنية، أنا وجاري وزميلي في اتجاه واحد. فكان أنسب اسم اختاروه هو مجمع الوحدة الوطنية، ولا يوجد له مثيل على مستوى العالم، ولا يوجد له شق بهذا الامتياز اللي أرسى مبادئه سيادة الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي. وأنا يعني من المشجعين جدا لهذا النهج، لأنه بيلم العيلة المصرية تاني ويرجعنا لأيام زمان اللي تربينا عليها. جميل. مسلم مسلحي كلنا عبد الله. أهلا بيك. أنا هنتقل طبعا لسيادة اللواء، وعايز أعرف معاليك الفكرة جاتت إزاي لتخصيص قطعة من الأرض لبناء الكنيسة وكمان بناء المسجد، وأول حدث مش هقول في تاريخ مصر بس بل في تاريخ العالم كله، لأول مرة مسجد وكنيسة لا يفصلهم سور واحد. هو تأييدا لكلامك إن ده أول حدث في العالم، إن إحنا عملنا اتصال بموسوعة جينز ليه الأحداث الفريدة في العالم، وبعتنا الموسوعة جينز الصور، فردوا علينا قالوا إحنا حدقنا موسوعة جينز من منطلق إنه حدث مش موجود في العالم. العالم كله بيبقى الكنيسة والجامع موجودين في منطقة واحدة، إنما ببعاد على بعض. إنما كونك تعمل كنيسة وجامع داخل سور واحد مفيش بينهم فاصل، دي عملية مش موجودة في العالم إلا في المقطم في هذا المبنى. البداية جت ازاي؟ البداية جت من والدتي، كان هي معاها مبلغ من المال، وانا اخواتي 9 منهم بنتين، قعدوا حوالي 25 سنة في السعودية، فماديا مش محتاجين أي شيء من فلوس والدتهم، فعرضنا عليهم الفكرة وافقوا إن فلوسها تروح في مبنى الجامع والكنيسة، عشان نبتدي. ابتدينا سنة 2000، كان أياميها الرئيس مبارك، فكلمت مدير مكتبه اسمه السفير ماجد عبد الفتاح، قلت له ماجد والدتي ليها رغبة إني معايا قرشين وإخواتي برة نعمل كنيسة وجامع. قال لي طيب يا نبيل اكتب له مذكرة ونعرضها على الرئيس. فكتبت له مذكرة، فالرئيس أشر لا مانع، وجم ادونا أرض فيه عين شمس. بعد ما استلمنا الأرض جه مدير مباحث أمن الدولة
اهو عايش ربنا يديله الصحة، الأخ حسن عبد الرحمن اللي هو حسن عبد الرحمن كتب تقرير قال ما ينفعش نبني كنيسة وجامع داخل سور واحد في عين شمس، لأن عين شمس فيها ناس إخوان وفيها ناس متعصبين مش هيقبلوا الفكرة دي. فجم يودونا فين يودونا فين؟ قال نوديكم منطقة جديدة الناس اللي فيها لسه جداد ممكن يقبلوا هذا الفكر، كنيسة وجامع داخل سور واحد. فودونا المقطم في الحتة اللي انتوا صورتوها دي الهضبة الوسطى، في الهضبة الوسطى. لما جينا انا علشان اخد موافقة الجامع والكنيسة خدنا 22 موافقة، 22 موافقة عشان جينا نبني بقى كل حاجة وقفت، قامت الثورة كل حاجة وقفت. فاتكلمت مع ربنا يديله الصحة المشير طنطاوي، قلت له ان احنا خدنا ارض علشان نبني فيها كذا، كل حاجة وقفت بعد الثورة. فكان كل حاجة في بداية الثورة خاصة بالأمن القومي ما كانوش بيستشيروا مباحث أمن الدولة أو المخابرات العامة. ده كان 2011 يا فندم مش كده؟ كانوا بيستشيروا المخابرات الحربية. كان في ذلك الوقت مدير المخابرات الحربية الرئيس السيسي، هم اللي ساعدونا. فالفضل كل الفضل في هذا المبنى يرجع واحد المشير طنطاوي واللواء السيسي مدير المخابرات الحربية، والأمور مشيت ودونا الترخيص واتبنى الجامع زي ما انتوا شفتوا. الجامع بيشرف عليه مهندس أشرف هلال. هذا المهندس حقيقي ربنا يديله الصحة عمل في الجامع تحفة فنية. هو موجود معانا بالفعل النهاردة، تحفة، بقول لك عمل تحفة فنية لدرجة النهاردة طلبت كلية الفنون بيجوا، وفي اتفاق مع جماعة بتاع كلية الفنون اللي هم في الزمالك، بيجوا الطلبة عشان يرسموا الحاجات اللي موجودة ازاي قدر بذكاء شديد يخلط ما بين الفن الإسلامي القديم ويعمل فن إسلامي جديد، بحيث طلع القبلة اللي موجودة ديت اللي رسمها. ان هو كمان يا فندم عمل مسجد الفتاح العليم، ملهاش نظير. اللي زكاة ان هو يعمل المسجد الإدارة الهندسية. لانه هو اساسا بيشرف على الجامع اللي في العاصمة الإدارية مسجد الفتح الجديدة العليم. فلما تخش جوه هتلاقي حاجات تحف فنية بمعنى تحف فنية. هنرجع لحضرتك تاني سيادة اللواء، ولكن معالي العميد فكري ممكن تقول لنا ازاي شاركت الحاجة العظيمة دي انت واللواء نبيل؟ والفكرة جات لك منين بالظبط؟ الاشتراك كان مشترك، يعني كان فكر عائلي كامل متوافق عليه.
رغبة الست الوالدة الله يرحمها بهذا العمل. ونبيل بحكم اتصالاته ومكانه كان وكيل مجلس الشورى واستاذ قانون جنائي، طبعا اتصالاته كانت قويه في الفتره اللي هي في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، والاجراءات ورغم كده الاجراءات خدت مسافه طويله 10 سنين. فالفكره احنا كمجموعه او كمجموعه اخوات احنا متفقين على المبدا، والمبدا دي رغبه واحنا نفذنا هذه الرغبه. ونبيل طبعا مشي في الاجراءات لغايه ما طلع القرار الجمهوري وصدر القرار الجمهوري. ومن يعني مش عايز اقول لك ان القرار الجمهوري ده صدر يوم ايه؟ 24 يناير 2011، والثوره قامت 25 يناير 2011. يعني 22 يناير اتعملت عيد الشرطه مسبقا 3 ايام عن 25 يناير نظرا للاحداث في هذا الوقت. وكان لقاء سياده اللواء نبيل الاخ الكبير مع سياده الرئيس الله يرحمه حسني مبارك على هذا الموضوع، وصدر القرار 24 يناير 2011 قرار جمهوري. عايز اقول لك ان دي اراده ربنا، ان ربنا لما بيكون رايد على شيء ان يتم هذا العمل وهذه المنظومه تطلع بالصوره الجميله دي. دي في حد ذاتها وفي هذا التوقيت تعتبر معجزه من ربنا، وان يتم تكمله هذا الوضع بواسطة المشير طنطاوي والرئيس عبد الفتاح السيسي أيام ما كان مدير المخابرات، تكملة لهذا المنظومة. وصلنا لمرحلة أن هذا الحدث مش موجود حاليا على مستوى العالم غير في مصر بس. يعني أنا بقترح إضافة هذا المكان في خط العائلة المقدسة، يعني مسار العائلة المقدسة لما تبدأ هي قريبة من المعادي، من مسار العائلة المقدسة وانت جاي من المطارية داخلة على المعادي انا ممكن اخش على المقطم عشان يشوفوا مدى الـ الـ الاخوة ومدى الـ المحبة اللي بتربط الشعب المصري بعضه ببعض، لانه حدث فريد. انا بشكر حضرتك يا معالي العميد، ولكن سؤالي الاخير لمعالي اللواء، بما أن حضرتك تم ترشيحك من قبل مجمع البحوث الإسلامية للحصول على الجائزة التقديرية في العلوم الاجتماعية كأول قبطي من خلال كتابات معاليك العديدة والمتنوعة، بتشوف ده إزاي ورسالة حضرتك له؟ يعني شو أنا أقول لك حاجة، هو مجمع البحوث الإسلامية رشحني لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، وده كان أول حدث من نوعه، لأن مجمع البحوث الإسلامية كان من عادته دايما يرشح مسلمين، أول مرة يرشح قبطي، فالعالم كله تناول هذا الحدث على إنما ده إن دل على شيء بيدل على ان على وسطيه واعتدال الاسلام في قبول الاخر. سيبك من الفكر المتعصب اللي هو بيفسر الدين لخدمه اغراضه، انما حقيقه قبول الديانات مع بعضها بتؤكد وسطيه واعتدال الاسلام، بحيث اللي يبقى في عمليه ده يدل على الاتحاد والقوه
والترابط والصلة. بس أنا عشان وقت الحلقة ضيق، أنا بشكر معاليك جدا، معالي اللواء نبيل لقا بيباوي ومعالي العميد فكري لقا بيباوي. وما تروحوش في أي حتة، احنا لسه مكملين معانا الباشمهندس أشرف هلال والباشمهندس نعيم بيباوي بعد الفاصل. أنا ليا ملحوظة صغيرة بس أو دعوة. اتفضل حضرتك. في نهاية اللقاء مع سيادة اللواء، أنا بدعو رموز الدولة من ابتداء من سيادة الرئيس لمعالي رئيس الوزراء لجميع الوزراء لحضور الافتتاح، لأن هذا الحدث لم ولن ترى مثله في هذا العالم، وده حدث إندل يدل على مدى الترابط والنسيج الواحد في مصر. شكرا. فهذه دعوة موجهة من خلال البرنامج بتاع حضراتكم لرموز الدولة ابتداء من سيادة الرئيس لمعالي رئيس الوزراء لجميع الوزراء والسفراء. شكرا لحضرتكم وانا متشكر ليكم جدا. شكرا ليك. فقرتنا النهارده انتهت. اهلا بيك، ولكن ما تروحوش في اي مكان، في فقره جديده من برنامج مفتاح الامل. لكم بعد الفاصل في تقرير وجديد، فقره جديده مع رحبوا معانا مع المهندس نعيم بيباوي. اهلا بحضرتك. والمهندس اشرف هلال، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضراتكم ونورتونا ومنورين الدنيا كلها. متشكر. انا هبدا بيك يا باشمهندس نعيم. احنا كان عندنا الفقره الاولى معالي اللواء نبيل ومعالي العميد فكري. حابب كمان اعرف من حضرتك، هل شاركت بما ان حضرتك مهندس في اعمال بناء الكنيسه، وايه كان دور حضرتك في مجمع الاديان؟ هو امانه الحق يعني العمل من اي تو زد بمشيئه ربنا، يعني بدون ربنا لا نستطيع ان نعمل اي شيء مهما كنا، أو معانا حتى مليون دكتوراه. من الناحية الإنشائية أو الناحية الفنية المعمارية والإخراج والإشراف، اللي يقدر يتكلم فيه أحسن مني الدكتور مهندس أشرف هلال. دكتور مهندس أشرف هلال صاحب أكبر استشاري معروف، واللي رشعته لنا القوات المسلحة. احنا ما عرفناهوش الا عن طريق سعادة الوزير ماجد كامل الوزير، وقت ما كان مدير الإدارة الهندسية، جه مكانه سيادة اللواء المهندس الفار واللواء عبد الفتاح واللواء واقف الإدارة الهندسية، معنا معاهم على اساس الإدارة القوات المسلحة تشرف على بناء المجمع ككل. فكانت الكنيسة بدينا فيها في الأول شوية، وبعدها بدينا متأخر شوية في المسجد شوية لظروف خاصة. كان يعني بصرف النظر، كان الأول الله يرحمه محمد فريد خميس هو اللي هيبني المسجد متبرع بيه بتاع النساجون، وجه الحاج عطا قال لا أنا عاوز أنا اللي أبنيه يعني على اسم جده عطا محمد الحافظ تكريما لجد اسم حافظ، ودوني فرصة. فالدكتور نبيل قال أي واحد يتبرع بيه ويبنيه ويتكفل بالمسجد. فقوات المسلحة رشعت الدكتور مهندس أشرف هلال بيرفكت، لأن هو بيتعامل مع قوات المسلحة في الإشرافات في العاصمة الإدارية وجبل الجلالة وكل حاجات القوات المسلحة، هم اللي رشحوه وهم اللي عرفونا بيه. طيب هنرجع لحضرتك. الناحيه الفنيه هو الاول، انا مهندس صحيح انما بتعلم منه، يعني هو حضراتكم انا بمشي بس في الاجراءات القانونيه. من ناحيه ايه، اخويا الدكتور نبيل اكبر مني صحيح، عامل لي توكيل رسمي بالنسبه للمجمع ككل، بحيث اي تعاقدات مع الادارات الحكوميه كهرباء ميه الحي رخص حاجات زي كده بموجب التوكيل الرسمي عن المجمع، لان ترخيص المجمع الارض والترخيص الحكومي طالع باسم الدكتور نبيل.
كأرض كاملة اللي هي 7700 متر، واتقسمت بعد كده. الكنيسة خدت 2700، المسجد خد 2770، المكتبة خدت 2200. الدكتور أشرف يعني جه في الوقت المناسب اللي بعد الأعمال الإنشائية. الإنشائية تمت في الأول قبل الدكتور أشرف، أما الأعمال التشطيبية كاملة بما فيها حتى الآن اللاندسكيبنج مشغلين فيه، وتصميماته وإشراف تنفيذه كل ده بالفريق بيرفكت، وهو يكلمكم في الحاجات دي أحسن مني مليون مرة. اتفضل. هنرجع لحضرتك تاني. هنشوف دلوقتي معانا الأستاذ المهندس أشرف هلال. ممكن تقول لنا، حابب ان انا اعرف حضرتك اكتر للسادة المشاهدين، ومقارنة بين مسجد الفتاح العليم ومسجد الحافظ، ممكن تخبرنا وتقول لنا عن الحاجات دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا طبعا فكرة ان احنا نعمل مجمع او يقترن اسم مسجد بكنيسة، ده كان موجود قبل كده، او تجربتنا السابقة كانت في مسجد الفتاح العليم، فلقيت ان الفكرة بتتكرر تاني بشكل ابسط واصغر شوية في الهضبة الوسطى في المقطم. يمكن خلاني عايز اخد التجربة مرة تانية، فعملنا دخلنا في المشروع بشكل يعني ان احنا نحاول ان احنا نطلع نسخة مصغرة من الفتاح العليم في بعض التفاصيل. طبعا لو قارنا ما بين الفتاح العليم ومسجد الحافظ، احنا بنتكلم في يعني 17000 مصلي، هنا 2000 مصلي. بنتكلم في حجم المسجد هنا على حوالي يعني 6000 متر تقريبا، المسجد الحافظ على حوالي مساحة 1100 متر كمساحة مباني. فرق الحجم بقى لو اتكلمنا على طول المأذنة، هنا حوالي 115 متر، هنا 30 متر، فاحنا بنتكلم في مقارنات كبيرة جدا، فروق كبيرة، ولكن في الآخر هو الهدف واحد، ان يبقى في مبنى مسجد وكنيسة مقترنين ببعض في كادر واحد. تمام، شكرا لحضرتك يا باشمهندس أشرف. هسأل حضرتك كمان سؤال، وجه الشبه والاختلاف بين في الارتباط التاريخي بين الفن الإسلامي والفن القبطي. هو الفن الإسلامي والفن القبطي طول عمرهم يعني نقول إن هم مستنبطين من بعض، هو عبارة عن فن في الآخر، فن الزخارف بتفاصيلها مع الحفاظ على الوظيفة. يعني الفن الإسلامي والقبطي دول بيعتمدوا، أو مباني العبادة عموما بيبقى فيها العنصرين دول أساسيين، التفاصيل زائد الوظيفة. الوظيفة وظيفة الصلاة عموما، التفاصيل مرتبطة. يعني الفن الإسلامي والقبطي تلاقي فيه تشابه، أوجه شبه كبيرة جدا. الزخارف النباتية اللي بتستخدم في الكنائس هي نفسها اللي بنستخدمها في المساجد، الأطباق النجمية اللي بنستخدمها في المساجد موجودة في نفسها، هيها في الكنائس، بيضاف عليها الصليب أو ما يواصله. عندنا الصحن بتاع المسجد، في صحن للكنيسة، القبة بتاعت المسجد في فولت في الكنيسة، المأذنة في المسجد بيقابلها البرج الجرس بتاع الكنيسه. فاوجه الشبه كتيره، لو قعدنا نقارن بينها محتاجين وقت كتير قوي. جميل جدا يا باشمهندس. انا هنتقل لحضرتك معالي الباشمهندس نعيم. حابب اعرف احساس وشعورك في مشاركتك في ذلك الاعمال الوطنيه، وخاصه مجمع الاديان بالمقطم. هو يعني المثل اللي بيقول لك الدنيا علام في الاول، ده مثل سليم 100%. انسى ان انا معايا بكورس هندسه وعجوز من سنه 75، ربنا يديك انساه. انا الى الان بتعلم، الى الان، واي حاجه جديده اتعلم منها، حتى لو ولد او حد عندي في المصنع برضو بتعلم منه، الشباب اللي عندي في المصنع.
الدنيا علام دي من الدرجة الأولى. الدرجة اللي قبلها والأهم منها إن كل شيء بيمشي بترتيب حسب إرادة ربنا. نعم. يعني سامحني بدون يعني بدوني لا تستطيع أن تعملوا شيء، ده كلام ربنا. أكيد. نعم. فإحنا حسب ما ربنا بيريد ويرشد بنمشي. يعني التصميم الأساسي في الأول والمعتمد اتعمل من مكتب حسين صبور، وده اللي في الحي وفي المحافظة وقرار خارجه. بعد كده الكنيسة أشرف عليها في الأول مراد بيباوي، وبعدها الدكتور سمعان، ومشيوا في إجراء، والمسجد الإنشائي مشي في الأول، بعد كده الدكتور أشرف حصل لنا إن إحنا قوات مسلحة رشحونا أشرف بيه اللي يمسك يدي الجمال الكامل والإشراف على تنفيذ الموضوع. كل يوم بيعدي أنا بتعلم من الموقع، بتعلم ناحية معمارية جديدة بالنسبة لي، ناحية حتى كهربية، ناحية هندسية إنشائية، كل حاجة بتعلم منها. الإدارات الحكومية اللي بشتغل معاها بتعاون معاها. بنشكرك المهندس نعيم بيباوي، وبنشكرك المهندس أشرف الهلالي على حضوركم النهاردة معانا. أهلا بحضراتكم، مشرفتونا. واليأس شيء مش محتمل، خليك عنيد، عندك أمل، الحل في مفتاح الأمل. شكرا. أنا بشكر حضراتكم جدا، وبشكر مشاهدينا الكرام على هذه الحلقة الدسمة الجميلة اللي بتقدم رسالة لكل العالم بأن الهلال دايما بيحتضن الصليب، وإننا هنفضل إيد واحدة. شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا، نورتونا. شكرا.